اهلا اهلا وسهلا بك. كيف الحال؟ الحمد لله. انت بخير؟ بخير. وما انت؟ انا جيد، انا جيد. وما اسمك؟ ماكس. ماكس ميلي. ها؟ ماكس ميلي. ماكس ميلي اسم جميل. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. ما اسمك؟ انا اسمي مباي بشير لو. نعم. وجميل يا ماكس، وماذا تفعل في اليمن؟ اليمن. اليمن جميل، لكن معظم المدينة قديمة. لكن الناس في اليمن صداقة ولطيف. لكن ليس أحب. أنا تبان في مدينة. كل مطعم نفس في الأكل مطعم في سنة. The fool, the kid of the fool, the judge. It's nafs al-yum. طعام اليمني يعني. ومن أي المدن أنت؟ أنت جئت من أي البلاد أنت؟ أي بلاد الذي سافر إلى؟ سافرت منه. هل أنت بريطاني أم؟ أصلي. وأنا أنا من أمريكا. أنت من أمريكا؟ أيوة. من أي الولايات؟ الولايات أسكن في ولاية كاليفورنيا في مدينة ديفيس. لكن أدرس في جامعة جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور في ولاية ماريلاند. ماريلاند جانب واشنطن دي سي. كيف ماريلاند؟ Maryland, جميل. بجانب أتلانتيك و جميل جدا. لكن بالتيمور، مدينة بالتيمور، مدينة بالتيمور فقيرة جدا و مشكلة كثيرة في بالتيمور في drugs و مشكلة كثيرة. لكن الجامعات يختلف عن بالتيمور. جميل. وكيف الجامعة؟ بما أن الجامعة تختلف عن مدينة بالتيمور، كيف هي؟ جامعة جون هوبكنز عندهم فلوس كثيرة، كل طلاب من أسرة الذي عنده فلوس كثيرة. والجامعة جيد. الجامعة مشهور بإلاك الدولي و الطب. لكن الآخر كيستم جيد أيضا. وكيف كاليفورنيا؟ كاليفورنيا كاليفورنيا ولاية كبيرة، و معظم الشخص يدون كاليفورنيا في جانب الباسيفيك و سيرف كل يوم و هار كل سنة، لكن ليس صحيح. عندي أنا أسكن في في وادي في كاليفورنيا و إذا أذهب إلى الباسيفيك خار، و إذا أذهب إلى سيرا نيفادا جبل سيرا نيفادا باريد جدا و الآن في مدينة ديفيس خار جدان أخار من اليمن و لكن وأسرتك ساكنة في
Davis. Iwa. Hadisni an usrati. Walidi wa walidati wa uhi. Uhi. Wa asagat. Lakin sahir aw asghar aw akbar. Akthir. Akhuka wa asghar minka aw akthir fi madrasa tanawiya. Fi Medina Davis. Lakin andi al ukhti akbar nisf wa hiya ya taskun fi Medina Chicago wa tamal fi maktaba fi nas Medina nafsi Medina. Jamil wa anta talib fi Medina Maryland wa usratuka taskun fi مدينة ديفيس في ولاية كاليفورنيا. فكيف تشعر؟ هل تشتاق إليهم؟ كيف تشعر؟ هل أنت وحيد في الجامعة؟ نعم. لكن أتكلم معهم ببريد إيميل وأيضا. واحد في الأسبوع تتكلم معهم بموبايل. جميل. وهل عندك صديق أو صديقة في الجامعة؟ عندي أصدقاء كثيرون. لكن عندي صديقة مثل بيبتي في مدينة Baltimore Island. هي تسكن في مدينة بالتيمور. لا. في جامعة جونز هوبكنز. هي طالبة هناك. يا أيوة. نفس في صف في نفس صف صفي. تدرس اللغة العربية أيضا؟ لا. لكن تدرس الأدب الإنجليزية. وهي تسكن في ولاية نيو جيرسي. في مدينة صغيرة هيلسبورو. أنت عندك حاجات في كل البلد، عندك أسرة في كاليفورنيا، حبيبة في ولاية نيو جيرسي، ودراسة في هذا جميل. كيف هي؟ صف لي، أنا لا أعرفها، كيف هي؟ صف لي حبيبتك. حبيبتي؟ جميل جدا. تحب مختلف شيء بأنا. تحب أن تراكس وأنا ليس أحب لا أحب أراكس. لكن نحب نحب أن نشاهد فيلم و تكتب تقرأ نقرأ الكتاب و كل شيء شيء كثير. الآن تعمل في مدينة نيويورك في البنك اسمه HSBC في القسم الاكتلام في بنك. جميل. ماذا تفعلان في نهاية الأسبوع؟ في نهاية الأسبوع. نعم. في يوم السبت ويوم الأحد. الآن؟ مثلا في الأيام العادية في الجامعة أنت وحبيبتك ماذا تفعلان؟ في نهاية الأسبوع في يوم السبت ويوم الأحد. جامعة جونز هوبكنز السبت وفي نهاية الأسبوع أنا متذكر و بعد وقت أنا وأصدقائي يذهب إلى نادي لـ
وشاهد استماع موسيقى. كنت أظن أنت لا تحب الموسيقى. لا تحب الرقص ولا الموسيقى؟ الرقص نعم. لا أحب الرقص لكن أحب الموسيقى. جميل. وأيضا عندما أحب أن أطبخ أكل عندما عندي وقت. جميل جميل. وهل عندك هوايات أخرى أنت كشخص؟ هل عندك هوايات أخرى؟ هوايات مثلا هل تلعب أي نوع من الرياضة؟ ألعب لا أعرف اسم فنسينج بالسيف. وأيضا أنا لا أعرف فنسي. كيف تلعب فنسي؟ تعرف؟ أنا لا أعرف. أخبرني عن اللعبة. فنسينج ورياضات قديم جدا في القرن 14 ممكن. الآن رياضات في خول حياتي. فنسينج يقتيم في دولاتا كيسم إبي سيبر و فويل و أي مختلف. جميل. وهل تحب مشاهدة الأفلام؟ أفلام أيوة. ما هو آخر فيلم شاهدته؟ ما هو فيلمك المفضل؟ أفهم لكن لا أعرف. لكن في اليمن أشترى فيلم كثيرا أفلام كثيرة في الشارع. لكن دكان الشارع عندهم فيلم من آسيا كثير ورخيص جدا. ممكن وهل شفت فيلما هذه الأيام؟ هل شاهدت فيلما هذه الأيام؟ هنا؟ نعم في اليمن. ما اسم الفيلم؟ شاهد فيلم من اليمن وفيلم من أمريكا. نعم. ليس فيلم من اليمن لكن مسلسل. شاهد مسلسل اسمه كيني ميني. وكيني ميني يلعب كل يوم كل سنة في رمضان. أنا ما شفت كيني ميني. حدثني عن كيني ميني. كل كيني ميني يتكلم في في آمية. So لذلك ليس ما فهمت كثير أو قليل. وأي الفيلم يكون أسرتين واحد أسرة فقير والآخر أسرة عنده فلوس كثير. أي مسلسل مختلف. أو كيس مختلف. لكن في فندق المسلسل يعمل في مفرج. و أكابل تو ممثل من هذا المسلسل. يمني هو؟ يمني أيوة.
كثير من ليس من صنعاء من إب وتايز و في آخر المدينة. جميل أحسنت. وكيف اليمن؟ كيف حياتك في اليمن؟ يمن جميل. ما الذي قل لي ما الذي تحبه من في اليمن؟ الطريق. هل؟ طريق. سافرت طوال اليمن. وإلى حضرموت مع الصف. وأيضا في أستيكاي إلى إب وتايز و. زبيد وموكا والآخر مدينة. لكن في أي مدينة عندها طريق الزبيد عرفت زبيد؟ زبيد نعم قرأت عنه عنده الجامعاتي أقدم الأول جامعات في والجامعة من الكارن سبا جميل جميل. وما الذي لا تحبه في اليمن؟ الأكل وأيضا الحمام و لماذا لا تحب الأكل؟ الأكل في فول وفي عدس وفي كبدة وفي نعم نعم جيد جيد. الأكل والحمام وأي شيء آخر؟ لا بتاكسي الباص أحب، لكن التاكسي كل صاحب التاكسي يريد فلوس كثير عندما هو أجانب مثل هو يمني من هنا إلى هذا ممكن 200 ريال لكن أنا أو الآخر أجانب 400 أو 500 معليش والناس في دكان لكن نفس الشيء في الدكان أيضا أيوة لكن مع سوء الحظ. نعم شكرا جزيلا. وقد توصلنا إلى نهاية نوعا ما هذه الفقرة من المقابلة، لكن أنا أريد منك أن تقرأ سؤالا هنا. أنا أريد منك أن تقرأ السؤال الرابع بالإنجليزية وبصوت جهور حتى يسجل هناك. فضل. Okay. سؤال الرابع. الرابع. Okay. يقرأ. نعم. صوت مرتفع. You are interviewing for a babysitting job. Ask 5 questions regarding the position. نعم. Okay. ما عمره الطفل؟ عمره 15 سنة. عمره 15 سنة. أيوة أفهم. وأيضاً كم ساعة في الأسبوع؟ في الأسبوع الذي أعمل. في الأسبوع 60 ساعة. نعم. ما تعمل في ساعة؟ كارير؟ ما تعمل في ساعة؟ في ساعة $1. $1. نعم. $1 فقط؟ نعم في ساعة. أنا من اليمن أو أمريكا؟ نحن في نيويورك. أنا أسكن في بروكلين. أنا
أنا يسكن أنا تسكن هي تسك الأسرة تسكن في بروكلين في بروكلين جيد و تريد أن أعمل في سيارة كارير تريد أن أنا أعمل في تريد أن أذهب مع طفلك بالسيارة؟ لا. So ال... بي بي هو عمره 15 سنة ممكن أن يأتي. في بيتك فقط؟ لا في بيتي أنت. أو في بيتي؟ نعم. أسكن في شقت. جيد. 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 لكن الشقة في الولاية المنطقة ليس جيد في بروكلين. ما في مشكلة. نحن نسكن في بروكلين أيضا. والشقة كل شيء سوى الشقة. ليس مشكلة؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة. شكرا جزيلا. شكرا. و قد انتهت المقابلة الآن أي أنت أين ستذهب الآن بعد هذه المقابلة؟ أين ستذهب الآن؟ وقد انتهينا. مرتين. الآن وقد انتهينا من المقابلة. نعم. الحديث. نعم. نعم. أين ستذهب؟ ممكن إلى غرفتي. تمشي. لكن متأخر أذهب أسوف أذهب إلى مركز وإلى زو مع وظيف في فندق إلى زو إلى حديقة الحيوان نعم في أين في صنعاء في صنعاء جيد شكرا جزيلا شكرا testing 1 2 3